عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حبيباتي السلام عليكم مرة أخرى، مرحبا بكم في قناتي وصفات سريعة كويك ريسيبيس. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. حبيباتي خواتاتي، اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة جميلة كيحبها الكبير والصغير، خصوصا مع هذه المناسبة الكريمة اللي هي عيد الأضحى المبارك. هذه الوصفة هي فقط سلطة، وسلطة متنوعة ومتكاملة من الناحية الغذائية، خصوصا مع أيام العيد وكثرة اللحوم وكثرة المشاوي. إذا كنحتاجوا لواحد السلطة ولا وصفة خفيفة نتناولوها حنا وحبابنا ووليداتنا، وكتكون مناسبة ملي كتكون مثلا الأهل كيكون أحسن ما تقدموا ليهم وهي هذه السلطة. إذا هذه السلطة هي سلطة من الخضر والأرز، وهي متكاملة من الناحية الغذائية كما كتشوفوا. هي ما شاء الله زاهية بالألوان وبسيطة من ناحية سميتو من ناحية الدريساج. إذا كل واحدة فيكم تفنن باش توجد هذه السلطة ولا سلطات أخرين بحالها، الإنسان غير يطلق العينان ديالو الخيال ديالو ويبدأ يشتغل. إذا كتشوفوا كل المكونات موجودة. إذا غادي نترككم مع المقادير كاملة ومع الطريقة، وهي سهلة جدا، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. وما تنساوش حباباتي اخواتاتي تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال وصفتنا، لان في الدعم ديالكم هو الاستمرارية ديالنا حنايا. وشكرا. يلا نترككم مع المقادير. ننتقلوا دابا للمقادير اللي غادي نحتاجوها في هذه السلطة. هي مقادير كما قلنا كلها سهلة وكلها موجودة تقريبا في البيوت ديالنا. اذا غادي نحتاجو اولا نحتاجو شوية ديال الجلبانة مسلوقة في شوية ديال الماء والملحة، غادي نحتاجو شوية ديال الذرة، غادي نحتاجو واحد الحك ديال الطون، غادي نحتاجو شوية ديال الفكوس، غادي نحتاجو كذلك شوية ديال اللوبيا. اللوبيا انا شديتها قطعتها وسلقتها في شويه ديال الملحه، ومن بعد شحرتها واحد الخليط ديال درت واحد شويه ديال الزيت، زدت مع شويه ديال الثومه، زدت شويه ديال القزبر ومعدنوس، ومن بعد درت معهم حركتهم شويه على ما تفاعلوا، زدت معهم شويه ديال الكمون، شويه ديال الابصار، شويه ديال الملحه، ودرتها تشحرت شحروا مزيان حتى خدات هذيك الشرموله. ومن بعد خديتها خرجتها نفس الطريقه، عملتها حتى الخيزو اللي هو الجزر حتى هو بنفس الطريقه، حتى قليت حتى سلقته عاد وليت حتى هو شحرته في هذيك المليحه داك الربيع ديالنا والثومه، واحتفظت به. نفس الطريقه خديتها كذلك حتى البطاطا ديالنا، قطعتها طريفات هكا صغار سلقتها خديتها بردات شويه، من بعد هي شحرتها. غادي نحتاجو كذلك شويه ديال الزيتون، غادي نحتاجو شويه ديال البيض، غادي نحتاجو شويه ديال الطون، غادي نحتاجو شويه ديال الخس. انا الخس هذا الشيء اللي وجدتو جبت هذا النوع هذا وخديته. كذلك غادي نحتاجو شويه ديال الرز كما قلت لكم، غادي نحتاجو شويه ديال الرز. انا خديت هذا النوع، هذا النوع اللي هو قمح في الحقيقه، كيكون على هذا الشكل، هذا الشكل هذا كنجيبو مرجان ولا كيكون في كارفور وكيكون حتى في الاسواق الحمد لله موجود كناخدو، اولا كندير الرز كيف ما اللي متوفر عندي في الدار. انا توفر عندي هذا، قلت راه نبدلو شويه ونديرو هذا النوع هذا ديال الرز. حتى هو سلقتو شويه ديال الملحه شويه ديال الماء وخليتو حتى جهز خليه خديتو وصفيتو واحتفظت به باش برد شويه، لان راكو عارفين حراره ديال الصيف هذه ضروري كنقلبو على المسائل اللي هي بارده. غادي نحتاجو كذلك المايونيز كما قلت لكم، غادي نحتاجو شويه ديال المايونيز. انا خديت هذا المسمى ولكن يمكن لكم تاخذوا اي نوع اخر ان شاء الله. في القريب غادي نعمل لكم واحد المايونيز سهله كتمشي مع المشاوي، سواء هاد المشاوي كانت من اللحوم الحمراء او من اللحوم البيضاء، وهي كتناسب بالخصوص مع الدجاج مشوي ان شاء الله بحول الله شي يامس. وغادي نعمل لكم هي من اسهل المايونيزات اللي كنستعملوها، وعندي معتمده بزاف في الدار، لان
لانها ما كتحتاجش شي مسائل كثيره، فقط مكونين فقط وبعض الملسمات اللي هي سهله ان شاء الله بحول الله. دابا غادي ندوزو للطريقه. كما قلت لكم دابا غادي ندوزو للطريقه. اول حاجه غادي نبداو بها وهو ناخذ شي بول كبير او شي اناء كبير وكنزلو فيه الرز ديالنا. ناخذ معاه نضره، غادي ناخذ معاه هاد الجلبانه، غادي نزيدو معاه هاد الطون. حطينا غير واحد شويه ديال الزيت باش تبلينا هاد سميتو هاد الرز هذا، يعني كلشي الزيت اللي كان فائض حيدناه. غادي نزيدو هذاك مايونيز، نحتفظوا بهذه المعلقه لان فيها المايونيز. غادي نخلطوا الكل مزيان، وتقليبه على قد الحال، وندوقوا نشوفوا الملوح الملحه واش مستويه ولا ماشي مستويه، لان باش ما نخليوش حتى للاخير. وكاين اللي كيفضل يدير مثلا الحامض، ايوا كل واحد وهذا ديالو والذوق ديالو. اذا خصنا نذوقو ضروري باش نشوفو الملحه واش هي هذيك ولا ماشي هي هذيك، باش ما نشقوش حتى نوجدو وتلقى ماشي مزيانه. بسم الله الحمد لله، هي هذيك مع الملحه مع الطون ديالنا مالح الدرعه والثاني هكاك سميتها حتى هي جلبانه. اذا دابا غادي نمشيو للطريقه، نمشيو للدريساج ديال هاد الشلاضه. انا عندي هاد المول هذا، غادي نعمر فيه الرز ديالي، ومن بعد عاد غادي نصوف الطبسيل اللي غادي نحتاجو، وغادي نصوف فيه كلشي. دائما كنحاولوا نصاوب المسائل، لان كيقول لك على ان العيل كتاكل قبل كل شيء. اذا نسوي شويه باش يعطينا واحد المنظر مزيان، ويتقاد لينا حتى في الطبسيل اللي غادي نصاوبوا فيه. دابا جبنا هذا التبصيل اللي غادي يتناسب لينا مع هاد المول هذا، غادي نحاولوا نخوي فيه هاد الشلاطه. غير شويه وغادي نقلبوا ان شاء الله. اذا كما كتشوفوا عطى لينا الشكل اللي بغينا. دابا غادي نحاولوا نصبوا المسائل الاخرى، نبداو باللي بغينا حنا وهذا نتوما. انا فقط هذا اقتراح مني، ويبقى لكم نتوما تفنوا في التزيين كيف ما بغيتوا. اذا ان شاء الله غادي نبدا بشويه ديال اللوبيا. نحطها على الجوانب، من بعد غادي نسوو مزيان اللوبيا ديالنا باش تجي مقادة وتعطي واحد المنظر زوين في الطبسيل ديالنا للعين. دابا هاد الشلاضة الانسان الحمد لله وجود كلشي الخضرة في الدار، اذا مع هاد الصيف عاوتاني وهاد المناسبة الكريمة ديال عيد الاضحى، الانسان يكثروا المشاوي ويكثروا المفور ويكثر هذا، الانسان من الاحسن يزين المائدة ديالو بهاد الشليضة هادي. وحتى هاد الشلاضه كتكون كتعطي واحد المنظر وكتعطي واحد فيها واحد القيمه غذائيه كذلك كبيره.
تبصلوا غادي ناخذ شويه شويه من كل هذا ومن بعد نكمل هنا ونرجع لكم كيف ما درنا هذا درنا اللوبيا ودرنا سميتو الفكوس نديروا بقيه المسائل الاخرى. نكمل انا ومن بعد غادي نرجع لكم اللي غادي نكون كملت التبسيط قليل غير المسائل الاخرى اللي هي اضافيه ونزيدها معكم. كتشوفوا السلطه ديالنا تقريبا جاهزه الحمد لله، يبقى لينا غير شي حاجه قليله اللي غادي نزيدوها وهي مثلا قرينا هذا البيض ربما نديرو مثلا هنا هكا مثلا شويه ديال الزيتون، الزيتون باش يعطي التعكس ديال الالوان. بقات لينا هاد البيضه نحكوها على هاد الشطاطه الشطاطه ديالنا جاهزه الحمد لله ان شاء الله. كتشهي الانسان ياكلها بوحدها بلا ما يستعمل معها حتى شي حاجه، ولكن كتكون مرافقه للمشويات مثلا ولا هذا خصوصا في هذا الصيف هذا مع هذه الحراره هذه مع اللحوم الشويان ولا القليان ولا مثلا نطيب في الفران ولا مثلا في المفور ولا كتكون يعني سلطه رائعه هي كامله مكتمله. والانسان حتى الا ما عيا من سميتو من هذا الشيء هذا يحضرها هي، ونتمنى تكون نالت اعجاب ديالكم وتجربوها حتى نتوما في ديالكم. هذا فقط يكون اقتراح ديالي لكم لهذا هذا النهار هذا. حبيباتي كنتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه الوصفه هذه، وما تنساوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديال الفيديوهات ديالنا. وكما قلت لكم في الدعم ديالكم هي الاستمراريه ديالنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.